في مالها العربيه؟ في مشكله في العربيه يا برهان بيه، وانا شاكك ان المشكله بنزين 80. يا برهان بيه ده ما تحطلهاش 80، اقل حاجه 92 يا بيه. هنحتاج ميكانيكي. انت لسه هتروح تشوف ميكانيكي؟ احنا كده هنتاخر على الجورنال، ندور على تاكسي. تاكسي؟ لا تاكسي ايه، طب ما نركب المترو اهو، نركب المترو والعربيه تفضل هنا، وبعد كده نجيب ميكانيكي ونصلح ونخلص مشوارنا. يلا 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 يا بيه. تأكد أن الطريق برز المحطة وآخر قطار منتجه محطات المنيب، وعلى السادة الركاب رجل النزول، وعلى السادة الزملاء سرهم سفر على ذلك. هي يا سلامة؟ أيوة يا بيه هي، والمصحف هي. أنا خايف لكم بتنصب عليا نصبايا من بتوعك. نصبايا؟ معقولة يا بيه؟ يعني هجيب واحدة وأركبها المترو ونجري وراها وما نلحقهاش والناس يضحكوا علينا عشان أنصب عليك؟ يا أخوي ما عملتش ده قبل كده، مش جبت واحدة وقعدتها في التراب وقلت لي دي بنتك وطلعت مش هي؟ يا بيه أنا المرة اللي فاتت كنت عايز ألدع منك نص مليون جنيه، المرة دي هلدع منك إيه؟ وعلى العموم خلاص مش هي. ايه مالك انت قافش فيا كده ليه؟ قافش فيا؟ طب ما كويس ان انت دخلت في اللون اهو بتقول قافش فيا. بصراحه لازم اشك فيك، انت نصاب ورد سجون وحرامي، كان لازم اشك فيك. وبعدين ما انت ضحكت عليا بنت قبل كده وكنت عايز تلدع مني نص مليون. الدع وقافش؟ الدع وقافش في يوم واحد؟ ده انت ناقص تقول لنا انزل اشتري لنا قرش حشيش يا سلامه. يا سلامه افهمني، اللي شفناها في المترو متحجبة ودي مش متحجبة، ولو اتحجبت جايز تطلع مش هي. بس ما تنساش ان احنا اول ما شفناها في المترو ومن غير ما نقول لبعض اي حاجة لقينا نفسنا بنجري وراها. وده معناه ايه؟ معناها ان احنا الاتنين حسينا انها هي. انا ما انكرش ان انا حسيت انها بنتي، انما الحجاب مخليني مش قادر اجزم. بعيدا عن اجزم دي، لو المشكلة في الحجاب يا بيه نحجبها. هي دي؟ بصوا معايا كده يا جماعه. تمام، انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ عاوزينك تحجبها. احجبها ليه؟ اللي شفناها في المترو محجبه وعاوزين نشوف دي بالحجاب. ماشي، ثانيه واحده كده. كويس؟ لا 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 لا، التانية كان هيجيبها حشمة. حاضر. لا مش ده. أنا مش فاهم أنا أعمل إيه دلوقتي. هو أنت يا كده يا كده؟ يا عم ماهر ركز معانا، عايزين حاجة تانية يعني. بص، جو شرباجي، بريوني، عبودي. أيوه عبودي. إيه الحاجات دي يعني؟ فهمتك. ثانية واحدة بقى. ها؟ هي دي. هي بقى ولا مش هي؟ هي، بس انا خايف لكم بتنصبوا علي. اوه بقى خلاص خلاص، ابقى اطبعها يا ماهر. عينيا. بنتي، شايف بنتي يا سلام؟ بسم الله ما شاء الله. طول عمري اقول بنتي لما تكبر هتبقى النموذج ده، الحشمة، الوقار، الالتزام. ربنا يخليها لك. ياخدي يا اختي. شو ابتسامتها؟ الخالد الناطق، ابتسامة المرحومة والدتها الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن إليها. بص يا سلامة على عينيها. الله، شايف البراءة اللي في عينيها؟ أنا شايف إننا نروح ننام عشان إحنا تعبنا أوي النهارده. تنام إيه؟ خليك عندك. تنام إيه؟ تعالى نقعد مع بعض ونشوف هنعمل إيه بقى. طيب طالما هنقعد مع بعض بقى
وهنحكي وهندردش. اطلب لنا بقى دليفري. دليفري يا جايل اسمه دليفري يا بيه. دليفري دليفري. المهم نتعشى. حاضر حاضر يا سيدي، بدل ما انت مبسوط كده وقاعد حاطط لي رجل على رجل وعايز تتعشى، انا هبسطك. نكلم جاد يجيب لنا قد خمس ست سندوتشات فول وطعميه. جاد جاد يا بيه يا بيه، حرام عليك، بنتك تايهه بقالها 20 سنة ويوم ما نلاقيها تعزمنا على فول وطعميه. خلاص يا سيدي، اللي انت عايزه كله. عايز ايه؟ اطلب لكل واحد فينا نص مشكل. نص لينا احنا الاثنين. اتفضل يا استاذ منير. خلي بالك من السلمه الواطيه دي، نورت المخزن والله يا باشا. مش هتصدق يا كبير انا جايب لك مين؟ الاستاذ منير بيه بذات نفسه. يا اهلا وسهلا، حللت اهلا ونزلت سهلا. والله يا رجاله انا ما مصدق عينيا. معقوله منير بيه رجع للهلاس من تاني؟ ايه هلاس؟ انت ناوي تاكلني الاوانطه ولا ايه؟ فجر. بس انت من ساعة ما دخلت الواد سلامة السجن وانت بح، لا حس ولا خبر. ليه يا اخوي؟ ما تعرفش انه خرج من السجن ولا ايه؟ خرج؟ خرج ازاي ابن الجنية ده؟ ايوه خرج. الراجل اللي راح يهلبه دفع له الفلوس، وانا سحبت القضية بعد ما خدت فلوسي. يا ابن الايه يا سلامة؟ طول عمره قولي الواد ده شطان. الواد ده ما جبتوش ولادة. معقولة يا عالم؟ بعد الراجل ما عارف انه كان عاوز يسرقه يدفع له فلوس وخرجوا من السجن عجبته لك يا زمن. طب ليه؟ سيبكم من الواد ده دلوقتي واسمعوني، في مصلحه مية مية. خطه العمر لو عدت هتبقوا بهوات. بهوات؟ طب قول يا منير بيه. اولا سيبكم من شغل شقق الكتيانه اللي بتعملوه ده. الكلام ده سمعناه قبل كده من واد سلامه. اشتري مني يا فرج. واظن هتقول لنا اسرقوا تحف قديمه. جواز جواز بالراحة أبو سامي عليه. هات من الآخر يا منير بيه. الآثار شغل يجيب ملايين. كان في منه خالص، احنا مالناش في شغل الأثارات يا منير بيه. احنا آخرنا نكسر باب شقة، نتسلق على المواسير، كله كده خفيف خفيف. أيوة الشغلانة دي بصراحة بعيدة عننا يا استاذ منير بيه. لا لا بعيدة ولا حاجة، دي قريبة قريبة قوي. هنا في التحرير. نعم التحرير. ايوه التحرير، ميدان التحرير، المتحف. يا حلاوتك يا جمالك، انت فاكرني مستجد في الشغلانه دي. المتحف عليه حراسة 24 ساعة، ده غير الكاميرات. وأول ما تخرج من المتحف هتلاقي المظاهرات في الميدان بتاع عيش حرية علاوة اجتماعية. هو ده هو ده اللي هيخلي الشغلانة سهلة سلكة والطريق مسفلت. لو سمحت يا أستاذ منير بيه، خد راحتك في القعدة ووضح كلامك. المتحف هدف سهل جدا، وإذا كان على الكاميرات غطوا وشوكوا. طب والأمن؟ لا 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 تشغلش بالك بالأمن يا فرج. كل ما يكون في مظاهرات في التحرير الامن بيسيب الميدان كله. صح. طب ونعمل ايه في الحراسه اللي جوه المتحف؟ عارف يا هلاس، بس المتحف كبير، مهما تكون عليه حراسه ممكن تخشوا وتقلبوا اللي انتوا عايزينه. المهم تكونوا جاهزين، كل ما تسمعوا في مظاهرات وهيصه تطلعوا على هناك. لا 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 لا، الحكايه كده بعيد عننا منير بيه. انا عارف يا رجاله، انا عارف يا هلاس ان هي بعيده شويه، بس دي لو حصلت كلنا هنعدي. دي ملايين متلتله، الدنيا كلها عينها على المتحف دلوقتي. خلاص وجدتوها، ما الحكومه تبيع المتحف وتخلص. اجعله عامر يا برهان بيه، تصبح على خير. تصبح على خير. دي اقعد
تكلفني دم قلبي واروح اجيب لك كفته وبعدين في الاخر تقول لي تصبح على خير. وسعادتك عايز ايه مني دلوقتي؟ عايز ايه يا ابني؟ احنا ما عملناش حاجه، ما عملناش حاجه. عرفنا انها موجوده. طيب هنلاقيها ازاي في وسط 90 مليون؟ يا بي يا بي ان شاء الله هنلاقيها. انت مكبر الموضوع قوي. خايف يا سلام، خايف لكل اللي شفته ده حلم ولا سراب، عايش بالامل وفي الاخر يطلع ده كل وهم. يا بيه انت ليه كئيب كده وكئيبني معاك؟ الموضوع بسيط قوي. بسيط قوي؟ هنروح بكره المترو ونركبه في نفس الميعاد وهنلاقيها. يا سلام، مش جايز تكون ركبت المترو النهارده صدفه ومش هتركبه بكره؟ يا برهان بيه، اللي بيركب المترو دول معروفين، يا طلبه رايحين الجامعه، يا موظفين رايحين شغلهم، يا ناس بتركبوا كده يعني عشان توفر أجرة التاكسي، ودول بيركبوه كل يوم في نفس الميعاد. وجايز تكون رايحة مشوار ومش هتروحوا تاني. احتمال. وجايز تكون مش متعودة تركب المترو وركبته النهارده صبح. احتمال برضو. وممكن جدا تكون من محافظة تانية وجات محافظة القاهرة ركبت المترو ورجعت محافظتها تاني. لا خد دي بقى. ايه؟ ممكن تكون كانت رايحه مشوار بالمترو وهتروحوا تاني. احتمال. وممكن تكون ركبت المترو صدفه وعجبها وهتركبه تاني. ليس. وممكن تكون من خارج القاهره واول مره تركب المترو واول مره تنزل القاهره، وان شاء الله هتيجي القاهره تاني وهتركب المترو تاني. والله ممكن. لا بقى، ده في احتمال تاني خالص ما عملناش حسابه، وهي نازلة من المترو وبتعدي الشارع عربية خبطتها وماتت. الباقي في حياتك يا مرحبا. انت مش كنت عايز تنام؟ مش روح نام، مش روح نام. نامت عليك حيطة. قولي يا أستاذ كامل، انت اشتريت 50,000 متر أرض في العين السخنة؟ ايوه يا فندم، بس دي حاجه قديمه قوي فات عليها سنين. فعلا سنه 2000 صح كده؟ ايوه، بس مش فاكر بالظبط سنه كام. ويا ترى فاكر اشتريت المتر بكام؟ يا سياده الوكيل، اذا كنت مش فاكر انا اشتريت الارض سنه كام، هفتكر اشتريت سعر المتر بكام؟ انا هفكرك، سيادتك اشتريت المتر ب 25 قرش. ايوه بالظبط، بس كانت الحكومة هي اللي مسعرة المتر بكده. طب كويس ان انت افتكرت. ويا ترى فاكر انت بعت الارض بكام؟ مع انك لا بنيت على الارض ولا عملت فيها اي حاجة. ايوه بس يعني حضرتك بعت المتر اللي انت شريته ب 25 قرش، بعته ب 75 جنيه بعد 3 سنين. طب وايه الجناية في كده؟ يا فندم انا اشتريت الارض وبعد فترة سعرها ارتفع فقمت بايعها. انت شريت الارض دي ازاي؟ طلبت من الدولة انها تخصص لي ارض، خصصوا لي الارض ديت بالامر المباشر طبعا. يا فندم ما كل البلد كانت ماشية بالامر المباشر، هو يعني انا بس اللي اشتريت بالامر المباشر؟ خليك في نفسك وملكش دعوة ببقية البلد. انت شريت الارض دي علشان تعمل عليها مشروع سياحي زي ما انت كاتب في طلب التخصيص. ايوه مظبوط يا فندم، انا فعلا كنت عاوز اعمل اكبر مشروع سياحي في البلد، بس الحقيقه يعني السيوله اللي كانت معايا ما كفتش فبعتها. وما رجعتش الارض ليه للدوله واسترديت فلوسك؟ ما هو ما تقول حاجه يا متر. هو الاستاذ كامل متهم بايه يا سياده الوكيل؟ متهم بالاستيلاء على املاك الدوله بطريق غير مشروع والتربح والاضرار العمدي للمال العام. يا خبر ابيض، كل الجرائم دي انا عملتها يا فندم؟ يا فندم انا ما عملتش حاجه خالص، انا اشتريت ارض وبعتها. على العموم انا مستعد ارجع الارض دي. ترجع الارض ازاي؟ انت مش قلت ان انت بعتها؟ يا فندم حضرتك اديني مهله يومين ثلاثه وانا هرجعها. ماشي، اكتب يخلى سبيل المتهم كامل الجزاوي بكفاله قدرها 50,000 جنيه ويعاد التحقيق معه يوم الخميس القادم. اكتب التاريخ. اتفضل وقع يا استاذ كامل.
انت ليه قلت انك هترجع الارض؟ اعمل ايه بس يا متر؟ بصراحه بقى لما وكيل النيابه قعد رصيل التهم دي كلها خفت اطلع من عنده على طول. بس انت كده هترجع الارض فعلا؟ هرجعها، هعمل ايه؟ وربنا بقى يعوض عليا. ايوه بس انت كده هتكشف اللعبه. بقول لك ايه؟ شكلهم عارفين عننا كل حاجه، الجماعه الكبار لما اتمسكوا جابوا سيرتنا كلنا. عندك حق، عشان كده بيسحبوكوا واحد ورا التاني. الله، هو في ايه يا متر؟ انت جاي تدافع عني ولا تتشفى فيا؟ في ايه يا عم؟ اركب يا برامبو اركب. كده ليه؟ بندور على حد. خلي عندك دم يا اخي. طب اقعدي. انت وهو يلا يا زباله انت وهو امشي. هم مين دول يا سلام؟ زي ما انت شايف كده يا برهان بيه، دول الجماعه بتوع حمله لا للتحرش. يعني ايه لا للتحرش ده؟ حاجه كده زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس على الا فرانكا شويه يعني. يلا من هنا. استلم دول كمان. تعال انت اهو. يا جماعه الموضوع فيه لبس. يا جماعه انتوا فاهمين غلط، احنا ما عملناش حاجه خالص. خش يا متحرش انت اهو. يلا يلا. ايوه يا متر، انا برهان الجزاوي. ايوه يا برهان بيه. ايه بتقول؟ ايه اتمسكت تحرش في المترو؟ طب انت فين دلوقتي؟ شرطة المترو محطة ايه؟ طيب انا جاي لك حالا. هو في ايه يا متر؟ برهام ابن عمك ماله؟ اتمسك تحرش في المترو. ايه؟ اتمسك تحرش في المترو؟ هو في ايه؟ لا ده الحكاية حلوت قوي. اما امبارح اتحرشت بحتة واحدة، انما ايه؟ صاروخ استلمتها من محطة المنيب، ما سبتهاش غير في رمسيس. أنا بقى استلمت حتة واحدة من المنيب، ما سبتهاش إلا في الخلفاوي. لا لا لا، أنتوا غلابة قوي. أنا مرة استلمت واحدة من المنيب ما سبتهاش غير في محل سكنها. دول برضو مقبوض عليهم تحرش يا سلامة. لا مقبوض عليهم، كانوا بيصلوا التراويح. مش جايز يكونوا مظلومين زينا؟ مظلومين إيه زينا؟ ده بيقول لك ما سبهاش غير في محل سكنها. شكلكم كده أول مرة. احنا اول مره. بس الاستاذ شكله يعني. لا ده متحرش قديم، بس كان بطل عشان حصلت له اصابه ورجع تاني. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا بيه، بقى جرهم في الجو بقى بدل ما يتحرشوا بينا. بقول لك ايه يا كابتن، هما يعملوا فينا ايه؟ هيدفعوك 10 جنيه وبريزه. ايه اشمعنى يعني 10 جنيه وبريزه؟ اكيد ال 10 جنيه دي غرامه. طب والبريزه؟ ده اكيد ضريبه التحرش. شفت بقى ان الحكايه بسيطه ازاي؟ يعني يوم ما تتمعظم هتقف عليك المحطه بنص جنيه. يا بلاش، يعني 10 جنيه وتتحرش وتنبسط وتتكيف. ما كانش له لزوم تتصل بالمحامي يا برامبي. انا لو اعرف ان الحكايه بسيطه كده ما كنتش اتصلت بيه وضحت نفسي. لكن بصراحه انا قلقت لما رمونا في الاوضه دي. ايه؟ انت بقى زباله منك انت وهو. حسن صابت جاي. اتفضل يا باشا. وبعدين فيكم اعمل فيكم ايه؟ ضرب وضربتكم، غرامه ودفعتكم. ايه ده؟
انت واجه جديد ولا ايه؟ انا اول مره. وناوي تكمل معانا ان شاء الله؟ وانت يا راجل يا شايب مش تحترم سنك؟ هو انت فيك حل التحرش؟ لا 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 يا حضره الضابط، انا مش بتاع الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي. امال ركبت عربيه الحريم ليه؟ انا كنت بدور على واحده معينه، وبعدين يا حضره الضابط انا مدير عام سابق وعندي شركه وراجل محترم. بس 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 انت هتحكي لي حدوته قبل النوم ولا ايه؟ كلهم بيقولوا كده، اللي دكتور واللي مهندس وفي الاخر بيطلع زباله. على العموم انا هسيبكم المره دي. يا امين فندم، اعمل لكل واحد فيهم محضر ودفعهم الغرامات وروحهم. حاضر يا فندم. مبسوط دي هدفع 10 جنيه وبريزة. قصدك 20 جنيه وريال لينا احنا الاثنين. اجيب لك حاجه تشربيها يا مدام؟ مش عايزه حاجه، الميعاد الساعه 2 دلوقتي الساعه 3 والبيل لسه ما وصلش. هدي نفسك يا مدام واحمدي ربنا ان هو جابولك لحد البيت عشان تشوفيه. اولا ده ابني ومن حقي اشوفه، ثانيا ولا ثانيا ولا اولا الظاهر ان هم جم. طب بسرعه بسرعه افتحي. حاضر. فوزية، ازيك يا زوزو؟ فين الولد؟ انت ما جبتوش معاك ليه؟ فوزية، قهوة سادة في كوباية بسرعة. حاضر. رد عليا، فين الولد؟ ما تقلقيش، الولد كويس وفي البيت بيلعب كمان. يعني ايه في البيت؟ مش المفروض تجيبه معاك عشان اشوفه؟ عندك حق، ده كان اتفاقنا. بس بصراحة يعني انا قعدت افكر في الاتفاق ده كده، يعني لقيته مش عاجبني. يعني ايه مش عاجبك؟ ده ابني زي ما هو ابنك من حقي اشوفه، والمفروض ان الحضانة كانت تبقى معايا. صح، طبعا طبعا المفروض الحضانة تبقى معاكي. بس على فكرة، هو انت مش قلت مش عايزاه وتنزلت عنه؟ ايوه انا قلت كده عشان اخلص منك ومن قرفك ومن اليوم اللي شفتك فيه. طب يا ستي، اديك خلصت مني ومن قرفي ومن اليوم اللي شفتني فيه واتطلقنا، عايز ايه تاني؟ من الاخر يا توفيق، عاوز كام عشان تجيب لي ابني؟ لا، شرفي كرامتي الله. بس عارفة اللي عاجبني فيك انك انت فهماني. لازم افهمك، دي عشرة 10 سنين من ايام ما ابتديت الحشيش والله اعلم وصلت لفين. يا سلام يا اختي، وانا يعني كان مين اللي وصلني للحشيش؟ مش انتي؟ انا؟ ايوه انتي، وانا قبل ما اعرفك كنت اعرف طريق السيجارة حتى. سيبك من الكلمتين دول، انت من ساعة ما الفلوس جريت في ايديك واحنا عارفين جريت ازاي ابتديت تدور على مزاجك. بقولك ايه، سيبك بقى من المزاج والقرف ده وخلينا في المهم، عايز اشوف ابني. حلو حلو قوي. هتدفعي 2000 جنيه في الاسبوع، قلت ايه؟ كنت متأكدة انك هتقول كده، لان الراجل لما الكيف يسيطر عليه بيبقى زي الكلب مهما عملت فيه، أول ما ترميله لقمة بيبتدي يتنطط ويهز ديله. أقولك إيه؟ كلمة زيادة حمشي، مش هتشوفيني بعد كده ولا هتشوف ابنك. هشوفه غصب عنك، أنا هخلي المحامي من بكرة يرفع لي قضية رؤية. حقك حقك طبعا ترفع قضية رؤية، بس حليني بقى على ما المحاكم تحكم سنة 2 3، ويا عالم يا عالم ساعتها هنبقى فين؟ يعني إيه؟ تعرفة انا راجل ما بحبش اقعد في حته واحده، يمكن اسافر واخد الواد معايا طبعا، بعدين ارجع اجازه وهسيب الواد هناك طبعا، ساعتها بقى ابقى خلي الانتربول يجيبهولك. مساء الخير يا عايده. مساء النور، اهلا بيك يا استاذ شهاب. اتفضل. دكتور حسام في انتظاركم، اتفضلوا. شكرا عايده، اتفضلوا معايا. مساء الخير يا حسام.
شهاب ازيك؟ ايه تأخرنا عليك؟ لا ما تأخرتوش ولا حاجه. ازيك يا ازيك يا حسام؟ كويس. نرمين صاحبتي اللي كلمتك عنها. هي دي؟ ايوه. مش هوصيك بقى يا حسام. خلاص بقى امي ما توترنيش، انا مش ناقص. انا خايفه قوي يا دكتور. ما تقلقيش، دي عمليه بسيطه قوي. عايدة افندم يا دكتور. خدي الانسه جهزيها. اتفضلي يا انسه. ايه يا حسام مالك؟ انت مش قلت لي انها عمليه بسيطه وخلاص ولا ايه؟ ايوه يا شهاب زي ما قلت لك العمليه بسيطه قوي، بس انا ما عملتهاش قبل كده وما كنتش حابب اعملها. يا عم جمد قلبك، هات يا ايمي. حاضر. انا عارف ايه اللي يجمد قلبه كده ويخليه يعمل العمليه وهو مرتاح. اكيد. جمد قلبك واعمل العمليه يا دوك. فاك البهدلة اللي حصلت لنا النهاردة دي؟ أنا راجل محترم، هاجي على آخر الزمن واتبهدل واتحبس ويتلم حواليا شوية متحرشين وقلة أدب. أنت هتيأس من أولها. أنا عارف الكلمتين اللي قالهم لك الضابط مقصرين فيك، بس أحمد ربنا إنها جت على كلمتين. يعني لا نتشك ألم ولا فقعك قفا ولا رزعك شلوط. انت ما تعرفش الإنسان بيحصل فيها ايه؟ الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده اللي بأثر فيها حاجة تانية خالص. يبقى العشرين جنيه وريال، قول كده. يا متخلف، انا حاسس ان انا مش هلاقيها، زي ما نكون بندور على إبرة بكمقش. يا بيه استهدى بالله بقى، استهدى بالله. اطلع كده خد لك دش سخن وظبط نفسك، وانا كمان ازنجف نفسي ونتقابل هنا، نظبط ونمخمخ ونشوف هنعمل ايه. فعلا كل جسمي بيهرشني، محتاج فعلا اخد حمام سخن. برهان بيه ما تطلب لنا بقى نص مشكل، خلي الليله تحلو. استحلتها. انت بتقول ايه يا كامل؟ تحرش؟ ايوه، اتمسك في البيت واتعمل له محضر تحرش وافرجوا عنه. طب وانت عرفت منين؟ انت عند الاستاذ رفعت المحامي، هو اللي قال لي. انا مش مصدقه، برهان بيتحرش وفين؟ في المترو. خير يا كامل؟ قلت لي اجي لك عند زهيره ليه؟ في ايه خير؟ مالك يا ابني شكلك مش طبيعي كده ليه؟ يا عم كامل مفيش حاجه. في ايه يا كامل؟ ابن عمك برهان. ماله برهان تاني؟ اتمسك تحرش في المترو. معقول؟ انت بتقول ايه؟ ايوه اتمسك تحرش واتعمل له محضر. امال انا كلمتك ليه؟ طب وانا مالي بالموضوع ده اساسا؟ لا مالنا، مالنا ونص يا حسام. اسمعوني يا جماعه، برهان خلاص فقسنا وعرف عننا كل حاجه ومش هيدخلنا بيته تاني. عندك حق يا كامل، وخصوصا بعد ما طردنا من بيته. يا جماعه انسوا بقى موضوع برهان ده خالص، طلعوه من دماغكم. كل واحد فينا بقى يشوف حياته. نطلعه من دماغنا ازاي؟ ده هو ده الامل الوحيد بالنسبه لنا. انت عاوز تقول ايه يا كامل؟ اسمعوا، برهان حرمنا من فلوسه في حياته وعاوز يحرمنا في مماته، وده حرام شرعا وقانونا قدام ربنا، لان احنا الورثه الشرعيين ليه. يا عم كامل هو حر في فلوسه. لا مش حر. اسمعوا يا جماعه، انا جات لي فكره، لو وافقتونا عليها ممكن ناخد كل فلوسه وهو في حياته. كل فلوسه وفي حياته؟ طب ازاي؟ نحجر عليه. انت اتجننت يا كامل؟ نحجر على برهام؟ وبعدين الحجر ده بيبقى على واحد مجنون، واحد سفيه. وهو لما واحد يا استاذ يتحرش ببنت في المترو ما يبقى سفيه او مجنون؟ لما واحد يطلع واحد من السجن ويدفع له 20,000 جنيه ما يبقى سفيه او مجنون؟ لما واحد يدور على بنت تايهه من 20 سنة ويضيع فلوسه عليها ما يبقى سفيه او مجنون؟ لما واحد يحرمنا من المراس ويروح يديها للجمعيات الخيريه ما يبقى سفيه او مجنون؟ عندك حق يا كامل، انا معاك. وانت احسان؟ انا مش موافق، انا ماشي. ما تشغليش بالك بيه، حسام ده ابني انا اللي مربيه، هعرف اقنعه ازاي. المهم يا زهيرة انت معايا. طبعا معاك.
العربيه دي عم ابراهيم. ايوه يا نسا زهره، من فضلك عايزه ورق ابيض مسطر من المكتبه. حاضر. بابا رجع؟ لا، الدكتور جلال لسه ما رجعش. طب هات الحاجه اللي قلت لك عليها. حاضر، تحت امرك. سامع اللي انا سامعه ابراهام بيه؟ دي بتقول بابا. سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا ماما. بقول لك ايه، ممكن تخلي معصام تحضر لي الغدا لحد ما اصلي واغير هدومي؟ وانت على طول مستعجله كده، اهدي شويه. بابا على وصوله نتغدى كلنا سوا. يا ماما اكيد هيتاخر، وبيني وبينك انا هلكانه وعندي شغل كتير قوي في الماجستير وعاوز الحق انام شويه، وكمان المترو اتاخر قبل النهارده. انا مش فاهمه ايه حكايتك مع المترو ده. انت يا بنتي مش عندك عربيتك؟ عايزين اروح الكليه بالعربيه، يبقى كده مش هوصل ابدا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بابا وصل، يبقى هنتغدى كلنا سوا ان شاء الله. طب بعد اذنك يا بابا، ممكن تفضلي نفسك بعد الغدا شويه؟ هنناقش كام حاجه بس في الرساله بتاعتي. اسف جدا يا زهره، رساله الماجستير بتاعتك دي انا ماليش دعوه بيها خالص. عندك المشرفين بتوعك يراجعوها معاكي زي ما انت عايزه. ايه جلال ده، تبقى استاذ كبير قد الدنيا في الكليه وعايز بنتك تلجأ لمشرفين غيرك؟ انا ما قلتش لا، انا قلت لها ليك المشرفين بتوعك، وبعدين هي تخصصها غير تخصصي. ماشي يا دكتور، بس على فكره بقى يا ماما، الموضوع مش موضوع مشرفين وتخصص، هو بس غيران مني شويه عشان انا هبقى جراحه وهو بتاع تخدير، وفي اوضه العمليات بقى الطبيب الجراح بيبقى هو السينيور والباقي بقى بيخدمه عليه. ماشي يا زهره، انا بقى هقول للمشرفين بتوعك ما يدولكيش الماجستير ده ابدا. على فكره مش ههون عليك يا دكتور. اوعى يا جلال تكون هتعمل كده بجد. جراحيه يا حاجه، انت صدقتي ولا ايه؟ معقول حد يعمل في بنته كده؟ انا بس برد عليها اللي قالته انها تبقى طبيب جراح وانا تخدير. ده انا نفسي اشوفها استاذه زيك كده. وانا ان شاء الله نفسي اشوفها وهي قاعده في الكوشه مع العريس بتاعها. يا رب ربنا يوعدها بابن الحلال اللي صنعه. يا رب، بس مش اي حد ابن حلال، لازم يكون واحد مننا عشان يعرف يصونها ويتقي ربنا فيها. صباح الخير. صباح الفل، اي خدمه؟ هي الانسه اللي داخله جوه دي مين؟ وانت مالك ومال الانسه اللي داخله جوه الفيلا؟ ايه ده بس يا برنس البوابين، احنا بس عايزين نعرف شويه معلومات عنها. يعني معلومات ايه اللي انتوا عايزينها عنها؟ شوف 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 شوف، بقول لك روق يا فندينا وهات لك كده كوبايه كركديه تروق دمك. جنيه بحال اهو علشان تروق بقى وتحكي لنا. جنيه ايه يا ولد الكلب؟ انت باين عليكم حراميه، انا هودكم في داهيه. يا جوده يا ولد يا جوده، انا مسطوره.
ايام سياحه مكرم في خلق الله اللي ما بيرحمش ابدا ولو شنا ودا وشنا الله يخرب بيت شيطان امتى يبطل جنان الله يخرب بيت شيطان امتى يبطل جنان كان من يوم بلوى مسياحه